سلام الشميعات ديالي، اش اخباركم؟ بخير، كل شيء على خير وبخير. كنتمنى يا ربي هاد لا فيديو يلقاكم على احسن الاحوال، بخير وعلى خير، ما كتشكيو حتى حاجه ان شاء الله يا ربي. وكنتمنى تكونوا شفتوا لا فيديو اللي قبل من هذا ديال دار المسنين وحفزكم، وغديروا به ان شاء الله، وغتزوروا حتى نتوما داك الناس واللي بحال داك الناس. الله يجازيكم بخير. هاد النهار جيتكم بوصفه ديال بغرير ساهله، كتوجد في قل من 5 دقائق. يعني فاش كيجي الضيف كتنوضي كتوجديه داك الساعه وكتحطيه سخون، ما كيحتاج لا يخمر لا والو، وكيتثقب وكيطلع غزال تبارك الله. وهانتوما غادي تشوفوا كل شيء بعينيكم. هنا ماما هي اللي صوبته لكم، الله يخليها لي يا ربي ويخلي لكم ما عزيز عليكم، واللي عنده شي الله يخليه له، واللي توفى الله يرحمه ويوسع عليه يا ربي. غير انا ما واخا هي هضرات معكم وشرحت لكم، ما خليت لكمش انا الصوت، بغيت نشرح لكم. انا كان شويه الازعاج تلفزيون وهذا، بغيت نوضح لكم اكثر ونشرح لكم اكثر باش تفهموا. المكونات البنات هي 2 كيسان ديال السميده رقيقه، سميده ممتازه تكون مزيانه، كاس واحد ديال الفورس، كاس ديال العنبه، قياس ديال كاس ديال العنبه، 2 خمارات حمر، و3 ديال الكيسان ديال الماء، ونص ديال العنب. يكون الماء دافي، ما يكون لا سخون ولا بارد باش ما تقطع لكمش العجينه. كان بارد غادي تقطع لكم، كان سخون بزاف غادي تقطع لكم. يكون دافي ما بين وبين. قبيصه ديال المليحه ومعلقه صغيره ديال السنيده ولافاني، خنيشه ديال لافاني كيف كتشوفوا داك البيضه، هادي كتبدل لوغو، كتجي فيه ريحه غزاله. راه البنات كيطلع فن بالتجربه، وهانتوما غادي تجربوه ان شاء الله وغتردوا عليا في لي كومونتير. هانتوما هنايا ماما دارت في الخلاط كل شيء، هاد المكونات اللي قلت لكم، 2 كيسان ديال السميده، كاس واحد ديال الفورس، 2 خمارات حمر، 3 الكيسان ديال الماء دافي، ونص يكون دافي ما يكون لا سخون ولا بارد، وشويه ديال الملحه، ومعلقه صغيره سنيده، ولافانيا اللي هي كتشوفوا دابا هذه. كتخبيو كل شيء في الخلاط، صافي البنات، وكديروه في الخلاط كيتطحن مزيان كيف كتشوفوا. غير هو البنات هانتوما غادي توريكم ماما كيفاش خاص تخرج واحد الفقاعات الفوق، ضروري خاصهم يخرجوا لكم باش تعرفوا بان البغرير ديالكم صدق وخرج 100%، نجحات الوصفه وغادي تثقب لكم مزيان، ما غاديش يفقسكم. وحاجه وحده البنات بغيت نقولها لكم، بغرير راه نوبه كيصدق نوبه ما كيصدقش، حيت هو كيتعين دغيا وما خصوش العينين بزاف يشوفوه باش كيطلع مزيان. يعني ما تفقسوش الا ما طلعش شي نوبه، ماشي مشكل، راه كتوقع لكل شيء. انا عارفه هاد الوصفه هادي ديال البغرير كلشي البنات كيعرفوه. هانتوما البنات هادو هما الفقاعات اللي قلت لكم خاصهم يخرجوا كيف كتشوفوا باش تعرفوا الوصفه كانت ناجحه 100% وما غاديش تضيعوا. كيف قلت لكم البنات، انا عارفه بان تبارك الله البنات والعيالات كاملين تيعرفوا بغرير، غير هو انا تنهضر مع المبتدئات اللي عاد يقولوا بسم الله عاد يجربوه، او كاينه اللي ما كتزعملوش ما كيصدق لهاش ما كيطلع لهاش، ماشي مشكل، هاد الوصفه ان شاء الله غادي تنجح لكم 100%. هانتوما تشوفوا البنات ان شاء الله بانه غادي يصدق لكم، وجاوبوني عفاكم في لي كومونتير وقولوا لي واش جربتوه. كيف كتشوفوا العافيه كتكون مهيله، كديروه في جوج بيبنا كتخبيوه باش كتبقاو تهزوا القياس ديال المغرفه. انا عندي المقله صغيره، هانتوما تشوفوا بغرير كيفاش صغير، ها هو درتو، شوفوا تبارك الله كيفاش كيتثقب على حقه وطريقه، ما كيحتاج لا خميره لا حتى حاجه، راه ما خمرش حتى ثانيه وحده. راني ما درت لكمش المونتاج في لا فيديو بزاف،
خليتكم معايا باش تتبعوا معايا مرحلة بمرحلة وتكونوا مأكدين أنه غيطلع لكم إن شاء الله. شفتوا البنات كيفاش تبارك الله تقب؟ أنا عندي المقلة صغيرة كيعجبوني هكا صغيرين صغار، كل وحدة والمقلة ديالها كاين اللي عندها كبيرة، كاين هانتوما كتشوفوا المقيله، انا كيعجبوني هكا صغار. ها انا درتها لكم من الاول باش تشوفوها كيفاش كتقب مزيان، المقله تكون ممسوحه مزيان. كيف كتعرفوا المقله ديال البغرير كتكون خصوصيه ديال البغرير، ما كنديروش فيها حوايج واحد اخرين باش يطلع لكم. هانتوما تبارك الله، انا خليتكم مع هذه الوحده من البدايه حتى النهايه باش تاكدوا تكونوا مرتاحين. هذه الوصفه ما كتحتاجوا لهاش بزاف، كل شيء كيكون في الدار ديال البغرير، السميده، الفورص، الخمارات، الملحه والماء والسنيده، هذا الشيء كامل تيكون في الدار. هذا القياس اللي عطيتكم كيخرجوا 12 حبه بالحساب هكا صغار من هذا الحجم هذا اللي كتشوفوا، ماشي الكبار، خرجوا لي 12 حبه، ديما كيخرجوا لي 12 حبه. هانتوما البنات هذه صفايف راحت، انا كيعجبوني يكونوا ملونين، زدت فيهم شويه د الزعفران، شويه ماشي بزاف، هي انا تيعجبوني في هذا اللون، وكل واحد والذوق ديالو، كل واحد والاختيار ديالو. انا ما تيعجبونيش كيف اللون مبيضين بزاف، كيعجبوني هكا في هذا اللون. هانتوما البنات هيا هما بداو يطيبوا، كنحط وحده على وحده، وحده على وحده، راه السخونيه طالعه مع الكاميرا بزاف والفلاش ضارب، راهم جايينكم بيضين بزاف. هذه اللي على اليمن هي اللي فيها قطيره د الزعفران، تما زدت في الخلطه قطيره د الزعفران، انا كيجيب لي الله هكا صفر احسن مبيضين، وكل واحد والاختيار ديالو. مش هيتكم البنات، انا عارفكم تنوضوا وتصوبوهم ويصدقوا لكم ان شاء الله، وبصحتكم وراحتكم. كنتمنى هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم وتكونوا كنتم محتاجين ليها، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، شكرا على لي كومونتير الزوينين بحالكم، الهلا يخطيكم عليا. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش جيم باش نعرف الانواع ديال لي فيديو اللي كيعجبوكم، وما تنساوش ابوني، وما تنساوش بارطاج، والهلا يخطيكم عليا.